أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم. عاملين إيه؟ وحشتوني، يا رب أتمنى كل الناس تبقى في أتم حال وأتم صحة في الجو اللي احنا فيه ده. أعزائي المشاهدين، النهاردة موضوع الحلقة بتاعي هيتناول جانب مختلف تماما عن كل مواضيع الحلقات والجوانب اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا اتكلمنا قبل كده عن قضايا، واتكلمنا عن جرائم، واتكلمنا عن مشاكل، واتكلمنا يعني اتكلمنا في مختلف المجالات. كان ناقصني حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا نتكلم شوية ونسلط الضوء على شباب مصر وعلى شباب بلدنا. الحقيقة زي ما احنا كلنا عارفين انه الشباب هم بنات الوطن. شبابنا يا الشباب المصري ده بكل أنواعه، فتيان وفتية، سيدات ورجال، ومش شرط الشاب يكون عنده 20 و22 سنة، ممكن يبقى 30 و40 وشاب أو شابة. اللي أنا عايزة أقوله إن إحنا عايزين نهتم شوية بقصص ومواضيع الشباب، لأنه زي ما احنا شفنا في الفترة اللي فاتت حصلت مشاكل كتير وحصلت جرائم كتير، وشفنا سلبيات كتير نفذوها شباب. وطبعا الحاجات دي كلها كانت نتيجة، أنا مش عايزة أتكلم وأقول إن إحنا في ناس بتختلف حياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، إحنا كلنا عايشين في حياة اقتصادية واحدة، كلنا مش هنقول نفس الحياة الاجتماعية بتاعتنا، ولكن إحنا كلنا عايشين في مكان واحد. والشباب عندنا في البلد منقسم إلى قسمين، شباب ضال، وأنا آسفة إني بقول الكلمة دي، إنه في فعلا شباب ضال وفي الشباب الناضج. مش شرط ان يكون شاب ناضج او شابه ناضجه هم اللي من اسر وهم اللي معاهم اللي اهليهم معاهم تربيهم او تصرف عليهم او تدخلهم مدارس او كليات خاصه. في شباب لا داخلين مدارس خاصه ولا داخلين جامعات خاصه، وداخلين الجامعات الحكوميه بتاعتنا العاديه، وبرضه دول شباب يعتمد عليهم. اللي انا حابه اقوله ان يعني الزمن بيتغير والدنيا بتتطور. يعني انا شخصيا مثلا في التعليم دلوقتي، يعني عندي ابني الصغير لما باجي اذاكر له المنهج اختلف تماما عن ايام زمان، فلازم احنا في تطور وكل يوم نتطور والزمن بيتطور، فلازم نستعين بالشباب دي ككوادر مهمه، لان هم فعلا الدعم الاساسي للبلد. يعني انا بفضل او انا مش بفضل، انا شايفه انه كل الفئات وكل الجوانب الحكوميه عندنا وكل الكوادر في الدولة لازم يكون فيها شباب. الفكر اتغير والعقل اتطور، مش هنفضل طول الوقت عايشين او ماشيين على نفس الفكر بتاع الكبير. الكبير ليه كل التقدير والاحترام، ولكن احنا دلوقتي عايشين في زمن كله تطورات وكله تغيير، ومحتاجين عقول الشباب دي ومحتاجين افكار الشباب دي فعلا ان هي تدعم الدولة، لان هي دي دلوقتي اللي لازم تشيل على عاتقها بناء الوطن وان هي توصل بالوطن لبر الأمان. الحقيقة النهاردة أنا معايا مجموعة من الشباب. الشباب دول عاملين حاجة جامدة جدا، عاملين حاجة قوية قوي، عاملين جمعية اسمها جمعية شباب مصر. الحقيقة احنا هنشوفهم دلوقتي بعد ما هنطلع فاصل ونرجع، وهنعرف الجمعية دي بالظبط اتكونت ازاي، وعايزين نشوف الكوادر دي بالظبط ساهمت في ايه. قبل ما اتكلم، الجمعية دي جمعية مشهورة مركزي سنة 2015، ساهمت في ايفنتات كتيرة جدا خاصة بالدولة، ساهمت في ايفنت بصندوق تحيا مصر، ساهمت في ايفنتات كانت تحت رعايه رئيس الجمهوريه والامم المتحده والبنك الدولي، وكانوا عاملين مبادره جميله جدا اسمها دكان الفرحه. الحقيقه انا مش هتكلم عنهم كتير، لان انا حابه ان هم يتكلموا عن نفسهم، وهم هيظهروا معايا دلوقتي، وانتظروني ما تروحوش في اي حته. فاصل وسنعود مع شباب مصر. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وزي ما كنت بتكلم قبل الفاصل إن هيكون معايا ضيوف، والضيوف دول هم بيمثلوا شباب مصر. مش هنقول يعني
يعني بيمثلوا الفئة الكبيرة من شباب مصر، الناس اللي احنا او الشباب اللي يهمنا ان احنا يكون هم دول القدوة ويكون هم دول الشباب اللي موجودين في مجتمعنا. اعزائي المشاهدين، معايا هرحب بدكتورة شيماء المسؤولة التنفيذي لجمعية شباب صوت مصر. اهلا بك دكتورة شيماء. ومعايا الاستاذة نور جلال مسؤول العلاقات العامة لراديو صوت البلد. اهلا بك استاذة نور. ومعايا الاستاذ باسل اسماعيل مسؤول محافظات جمعية. أهلا بك. دكتورة شيماء، هبتدي بحديثي معاكي. وكنت عايزة أعرف السادة المشاهدين وكل بيتفرجوا علينا دلوقتي، إيه هي فكرة جمعية صوت شباب مصر؟ يعني بدأت إزاي؟ هي مبدئيا الفكرة جت إن مجموعة شباب، مجموعة كبيرة منا، ابتديناها لما لقينا إن في سيطرة كاملة على مستوى الجامعات من تيارات معينة. فبالتالي بدأت تأثر أي حد عايز يخرب في البلد، بيجي عن طريق الطلبة في الجامعات أو المدارس، والأكتر الجامعات. فبدأت الفكرة من هنا، إن احنا نحاول إن احنا نجذب الشباب ديت ناحيتنا، نحاول إن احنا ما يبقاش فيه أي سيطرة من أي تيارات سياسية داخل الجامعات. ما نحاولش ان احنا نحاول ان احنا نخلي الشباب دول يبقى ليهم هدف ان هم ازاي يحصل تنميه في الدوله، مش ان هم يخربوها. فبالتالي بدات الفكره من هنا. جمعنا كميه شباب كبيره، بدانا باسم حركه صوت طلاب مصر داخل الجامعات. بدا يبقى لينا صوت جوه الجامعات، ولقينا الكلام ده طبعا من 2012، ايام ما كان في سيطره من تيار معين على الجامعات وفي الدوله نفسها. بدات الفكره من الفتره دي. بعدها لما بدانا ننتشر في الجامعات، عملنا ايفنتات كتيره ساعتها. بدا لا الشباب حبه ده، الحمد لله كان لينا دور في 30 يونيو. بعد كده الطلب مننا لما لقوا ان احنا بقى لينا سيطره في الجامعات، والشباب بعد عنها التيارات اللي كانت يعني مسيطره عليها شويه، فبدات جهات معينه اللي هما ناس من عندنا في الوزارات. طبعا بعد لما اتعاملنا معاهم في ايفنتات كتير، طلبوا مننا ان احنا يبقى لينا كيان اساسي، مش مجرد حركه، ومجرد ما خلصوا شباب بالجامعه خلاص ما بقاش موجودين. يعني الجمعيه دي ليها اوراق ثبوتيه فعلا؟ طبعا. يعني في 2015 تم اشهار الجمعيه، اشهار مركزي في 2015، وبدأنا يبقى لينا المقر الرئيسي بتاعنا كمركز المركزية في القاهرة، وبدأنا ننتشر على مستوى أنحاء الجمهورية على 27 محافظة. بدأ الناس كتير قوي تدخل معانا، مش مجرد بس طلبة داخل الجامعات، ده حتى شباب بعد ما اتخرجت بقى لينا تأثير جامد جدا في الشباب دلوقتي. هدف الجمعية اتغير بعدها، بقى الهدف الأساسي بتاعها تدريب وتأهيل وإعداد قيادات شبابية. تمام، ان مش لازم عشان يبقى قائد يبقى عنده 50 و60 سنه، لا، انا بعد قاده وهم عندهم لسه 18 سنه و17 سنه. وصلت المرحله دلوقتي انا معايا اعضاء لسه في سنه اولى ثانوي، وده لسه السنه دي بدانا هم فيه. دول بقى البرامج اللي طالعه جديد، ده اللي المفروض نسلط الضوء. انا مش عايزه اسلط الضوء على ناس شباب اتخرجت، لان بيبقى فيها تعب جامد جدا اللي احنا نقدر ناهلهم في حاجه زي دي، لان اوريدي بيكون خلاص اتشحن كتير جدا من ايام اعدادي. وصل لفكر معين بالظبط، وصل لنمط فكر معين. فانا مش عايزه ان انا ااهل الفئه دي واجي بعد كده على ما تتاهل الاقي فئه تانية طالعه لي اكبر منهم واكتر منهم، فيبقى في تعب زياده. لا، انا بقيت دلوقتي مختصين في الشباب اللي هو الجامعات، وكمان الشباب اللي لسه في اعدادي وفي ثانوي. تمام. استاذه نور، حضرتك مسؤول العلاقات العامة لراديو وسط البلد، عايزة أعرف أنت دورك إيه دورك إزاي بالظبط في جمعية صوت شباب مصر؟ إيه هو دورك الأساسي؟ مبدئيا كده أنا هيد تيم الاتش آر في جمعية صوت شباب مصر، والمسؤول عن اختيار الأعضاء بتوع الجمعية والشباب، وبناء عليه بيتم التدريب على مختلف اللجان بتاعتنا لجميع الفئات المختلفة للشباب المنضمة، شباب وبنات جامعات ومدارس.
احنا اول راديو الكتروني في مصر من 2007، فدي لينا نقطه تحسب ان احنا اهلنا الشباب واديناهم فرصه ان هم يوصلوا للمجال الاعلامي عن طريق الراديو وعن طريق كمان تياترو وسط البلد. وعندنا كمان شبكه اسمها شبكه المراسل الاخباريه بتعد الشباب، تديهم الفرصه ان هم يكتبوا في الصحافه الالكترونيه، يعني التدريب ليهم مجاني من غير ما يدفعوا فلوس في جهات تانية بارقام كبيره. طيب استاذه نور، انت بتقولي لي بتختاري الشباب، ايه هو المقياس او النمط اللي انت بتختاري فيه الشباب اللي ممكن تضميهم للجمعيه؟ يعني ايه نوعيه الشباب اللي بتستقطبيها علشان تضميها لانها تبقى اعضاء في الجمعيه؟ اول حاجه احنا لما بنيجي نختار الشباب معانا في الجمعيه بنبقى شايفين في شباب كتيره جدا عايزه توصل صوتها وفكرتها انها تتنفذ للجهات السياديه في الدوله. طبعا. وده اللينك ما بيننا وما بينهم، ما بين الجهات السياديه عن طريق الجمعيه. فلما بنلاقي شباب عندها فكره احنا بناخدهم وبندربهم في المجال اللي هم حابينه، بنعمل معاهم الانترفيوهات على اساس انت داخل في مجال ايه، طب عندك افكار ايه، خبراتك، نفسك تحقق ايه، وبالتالي احنا بنساعدهم على تنفيذ الفكره بتاعتهم بشكل اكبر ان هي توصل للاعلام المرئي والمسموع والصحافه وللوزارات المعنيه بالكلام ده. وفعلا احنا حققنا ده، احنا طلع من عندنا من عن طريق الجمعيه والراديو ناس كتيره جدا، كوادر اعلاميه وصحفيه كتير. ودلوقتي طب هل فعلا قدمتوا مجموعات من الشباب دي فعلا لكوادر سياديه في الدوله فعلا؟ اه فعلا قدمتوها. احنا عندنا دلوقتي ناس بتدرب، احنا عندنا لجنه اسمها لجنه التدريب، فعندنا دلوقتي مدربين تبع وزاره التخطيط بيدوا دورات تدريبيه في التنميه المستدامه وحاجات تانية مختلفه على مستوى المحافظات، مش بس القاهره بس، لا ده احنا كمان بنسافر على مستوى المحافظات بندرب الطلبه ونشوف هم عايزين يوصلوا ايه، وبالتالي يبقى عندهم انتماء للدوله وما يبقاش عندهم اي اراء سياسيه تخريبيه. ودول بالفعل كلهم اعضاء من جمعيه صوت شباب مصر. ايوه تمام. نيجي بقى للاستاذ باسل، حضرتك مسؤول محافظات الجمعيه. بالظبط. انا عايزه افهم بقى يعني ازاي مسؤول محافظات الجمعيه، دورك ايه؟ تمام. هو اولا انا هيد لجنه التنظيم، مسؤول لجنه التنظيم. بالاضافه الى مسؤول المحافظات، يعني انا عندي مثلا، مش عشان انا هنا في المركزيه اللي هي القاهره مش هختصر بس على القاهره، لا احنا اوريدي شغالين بنغطي على جميع 27 محافظه. يعني انا عندي عدد مثلا دلوقتي بنجهز عدد في محافظات كتير، من ضمنها محافظه الدقهليه، طبعا عندنا مقر في الغربيه، عندنا مقر في المنيا، اوريدي بنجهز بقى ناس تانية، عندنا الوادي الجديد شغالين عليها، البحر الاحمر شغالين على كل المحافظات بحيث ان هو يكون عندهم اصلا مقر خاص بيهم. تمام. طب ايه الانشطه بقى اللي بتقوم بيها، او حضرتك الدور اللي بتقوم بيه الانشطه المخصصه بجمعيه صوت شباب مصر في المحافظات دي، يعني بيشتغلوا على ايه، بيعملوا ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك، انا اوريدي احنا عاملين حاجه كويسه جدا، ان انا مثلا انا كقاهره عارف الحاجه الكويسه اللي هعملها في المكان هنا، فما بقولش مثلا لمحافظه الغربيه لا اعملوا الشغل ده. لا، انت اوريدي قاعد في المكان بتاعك، عارف محافظتك، عارف المشاكل اللي عندها، عارف لو عملت ايفنت ده هيجيب ناس، الناس هتسمعه، عملت عن التنميه المستدامه لا هيكسب، ده هيجيب ناس عدد كويس جدا، فكل محافظه هي اللي بتطلع بالخطه بتاعتها. المحافظه المركزيه هناك في المحافظه هي مالها الخطه بتاعتها، بنبدا نشتغل عليها. هم خلاص بعتوا لي خطه، عايزين مثلا نعمل السنه دي مثلا معسكر على التنميه المستدامه، زي المعسكر اللي كنا عملنا معسكر سفرية التنميه المستدامه، ده كان في بورسعيد، طلعنا مبادرات كويسه جدا، 4 مبادرات وحاليا اصلا بنبدا نطبقها. يعني المبادره اللي هي كان برضه نور اتكلمت عنها، اللي هي مدربين مع وزاره التخطيط، بننزل ندرب، مش بندرب اللي هو العاديه، لا بندرب المدارس الفنيه. المدارس الفنيه. نزلنا انا من ضمن المدربين دول، نزلنا في السويس، نزلنا في الاسماعيليه، وان شاء الله ان شاء الله بكره نازلين المنوفيه. المنافيه ان شاء الله باذن الله. نرجع تاني دكتوره شيماء، وكنت عايزه اسالك عن مجموعه بقى الانشطه فعلا اللي قامت بيها الجمعيه. انا عارفه ما شاء الله ان انتوا ساهمتوا في ايفنت صندوق تحيا مصر، وفي حاجه عايزه اتكلم عليها، دكان الفرحه. يعني انا لفت انتباهي ولفت نظري الاسم ده، عايزه اعرف عباره عن ايه. انتوا كمان بتقولي لي بنسختين، الاولى والثانيه، يعني في ثالثه كمان. عباره عن ايه دكان الفرحه؟ هو اولا احنا كجمعيه ليها الانشطه الخاصه بيها، بجانب الانشطه اللي بناخد التنظيم الخاص بيها. الحمد لله عملنا انشطه كتيره جدا خاصه بالجمعيه، زي اسبوع التطوع المصري، واحنا اول جمعيه في مصر ناخد رعايه رئاسه مجلس الوزراء، وعملناه السنه اللي فاتت في شرم الشيخ. كان هدفه ان احنا نجمع الكيانات كلها، نجمع ناس عايزه تعمل مبادرات ويجمعوا بعض ان هم يعملوا مبادره تفيد الدوله.
تمام. وبالفعل احنا عملنا ده، طلع من تحت الاسبوع التطوع ده مبادرات كتيره جدا. كانت واحده من المبادرات دي ان هي اشتغلت اكتر على الشباب او الولاد اللي هم اولاد الشوارع، ورجعت يعني اطفال كتير جدا لبيوتهم، رجعت ناس تاني لدار ايتام، فخففت يعني الحمل او خففت الدنيا شويه في الجزئيه دي. ده اسبوع التطوع المصري. تاني حاجة عملنا اللي هو الخير، ماراثون الخير يجمعنا، وده تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وكان حاضر معانا دكتورة ياسمين فؤاد ودكتور أشرف صبحي. الشباب انبسطت جدا 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 ان هم معاهم وزراء بيركبوا عجل، مفيش اللي هو لا ده وزير انا ما اشوفهوش، لا ده وزير ما يتعاملش معايا، بالعكس كانوا هم اللي بياخدوا صور معاهم. واليوم كان حلو جدا ده اولا. تاني هل الوزراء دكتوره شيماء نزلوا تحت حراسه خاصه ولا نزلوا كانهم فرد من المجتمع؟ كان فرد، بالعكس هم اللي طلبوا ده. تمام. دكتور اشرف صبحي ودكتوره ياسمين فؤاد بصراحه ما فيش مره دعيناهم في ايفنت، ودكتوره ياسمين فؤاد كمان خاصه ان هي قبلها بيوم كنا بندعيها على الايفنت ده، ما قالتش لا لازم تعملوا لي ورق وقبلها بشهر او بشهرين، بالعكس هي ودكتور اشرف صبحي داعمين لينا بشكل كبير جدا جدا. يعني رحبوا للفكره بمنتهى السلاسه بدون تعقيدات ولا قيود ولا بالعكس احنا ما كناش حاطين في دماغنا خالص ركوب العجل. هم اللي طلبوا ده، هم اللي طلبوا يتجولوا بالعجل مع الشباب، وده في صور كتير معانا، وانبسطوا جدا جدا من حاجه زي دي. والشباب كمان هم اللي كانوا بيحموهم اصلا، كانوا مرحبين جدا حتى بالندوه اللي عملها دكتور اشرف صبحي بعد الماراثون ده. كان هدف الماراثون ده ايه؟ ان احنا نجمع شباب بدل ما هم سهرانين مثلا على قهاوي وبيضيعوا وقت، ان مش لازم انت تشترك في مؤتمر دولي او في مؤتمر كذا عشان خاطر يجوا، لا بالعكس انت حد تعالى لنا الايفنت ده واحنا مش هندفع اي حاجه، احنا نديك بالعكس عجله تركبها وتقضي يوم حلو جدا وتقول كل مشاكلك للوزراء. وبالفعل حصل ده، بالعكس كان كل شهر بيستنوا مننا الايفنت ده هيقام امتى. بنحاول احنا يعني نحط فيهم روح ان التطوع تمام، بس بطريقه غير مباشره عن طريق ايفنت. كانت مشاركين معانا المستشفيات اللي هي محدش يعني واخد باله منها. تمام. كنا حابين برضو ان احنا الشباب دول يتطوعوا بوقتهم، حتى مش لازم تتطوع بفلوس، بس تطوع بوقتك اللي انت تفرح مثلا بمجهودة. اطفال بالظبط 57، اطفال ابو الريش، زي مثلا مستشفى بهية، فكل الناس دي كانت مشاركه معانا، وحبينا ان الشباب تتبرع حتى بالوقت ده مبدئيا. بعد الايفنتات دي كلها الحمد لله كان لينا يعني لفته طيبه عند اماكن كتير، ان احنا لا ظهرنا في صوت شباب مصر، في ناس مش لازم عشان خاطر تنظم ايفنت معين بتتكلم في فلوس، لا احنا جايين يعني مثلا زي صندوق تحيا مصر، احنا اوريدي بننظم الايفنتات بتاعته على مستوى المحافظات، بس كان اول تعامل معانا كان في القاهره في دكان الفرحه. ايه هو دكان الفرحه؟ ده عباره عن مجموعه مبادرات هم بيعملوها. اول نسخه ليه كان تجهيز 100 عروسه. تمام. 100 عروسه اللي هم غير المقتدرين او غير القادرين خالص، ده كان اول نسخه ليه داخل القاهره، ان هم تجهيز 100 عروسه، مش تجهيزها في ان هم يجيبوا لها حاجه واحده بس، لا كان جايبين لها كل حاجه الاساسيات بتاعتها. كانت بتستلم 12 قطعه هي غير قادره عليها، او حتى يعني خطيبها غير قادر ان هو يجيبها. كان اول بدايه تعامل ما بيننا واول تعارف ما بيننا كان في فندق الماسه. الحمد لله كنا ماسكين التنظيم بتاعه في كل حاجه، اثبتنا جدارتنا واثبتنا ان احنا قادرين ان احنا ننظم حاجه زي دي، عشان احنا مصدقين جدا فكره التطوع. تمام. فكان الكل مبسوط جدا ان هما بيفرح 100 عروسه، لدرجه ان احنا حتى واحنا ماشيين كانوا العرايس نفسهم كانوا حابين يصوروا معانا
فده كان بالنسبه لنا كان حاجه مبسوطين منها جدا، ان هم فرحانين وان هم كمان قدرنا ان احنا نفرحهم، وان احنا ماشيين لا عايزين يصوروا معانا ان انتوا قد ايه تعبتوا وبيشكرونا كمان. لا وحاجه جميله جدا ان المبادرات دي او ده طالع من شباب، يعني بالزبط. من شباب لسه في مقتبل عمره، لسه بيجد وبيجتهد وبيكدح علشان يحقق ذاته، فحاجه جميله جدا انه الشباب هم اللي بيعملوا كده، مش الكبار. اه لا، وتاني نسخه ليه بقى طلبنا برضو بعدها بحوالي 3 اسابيع في النسخه الثانيه لدكان الفرحه، هي كذا نسخه، ان احنا توزيع ربع مليون قطعه ملابس، جميع البراندات، مش مجرد ملابس حتى مستعمله، لا ملابس براندات عاليه جدا 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 وغاليه جدا. الحقيقه صندوق تحيا مصر قدر ان هو يجمعها، فتخيل حضرتك يعني بتوزعي ربع مليون قطعه، تمام، على مستوى هي طبعا كانت في عين شمس، لا على جامعه قادرة. عين شمس، على مستوى 10,000 شاب وبنت لمده 5 ايام. تمام. حضرتك بتجهزي، مش مجرد ان انت تقفي تسلمي حاجه زي ديت، لا انت بتجهزي وبترصي الحاجات وبتحطيها في شماعات، وازاي حتى بتعملي تناسق في الحاجات ديت مع البنات. يعني كانوا يجوا يسالونا واحنا واقفين، مش مجرد بنديهم حاجه كده وخلاص، لا طيب بصي انت ممكن تاخدي البنطلون ده مع الشوز دي مع التوب دي هتبقى حلوه جدا. طيب. فحتى كانوا بياخدوا راينا وكانوا بيجوا بينادونا عشان خاطر نقول لهم راينا ايه، وكانوا مبسوطين جدا جدا جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا برضو نفرحهم في حاجه زي دي. دي حاجه جميله جدا، عجبني موضوع دكان الفرحه ده. استاذه نور هرجع لك تاني بقى، وعايزه اقول لك انا لفت انتباهي ما كنت بتكلميني بتقولي شباب الجامعات والجامعات طيب عايزه اعرف الصعوبات اللي بتواجهك انت، لانه انت تقريبا مربوطه بالاذاعه، يعني طبعا. شغلك كمان مربوط بالاذاعه. الشباب اللي هم بره بقى الجامعات وبره الدنيا دي كلها، بتتعاملي معاهم ازاي؟ بتعرفي تقنعيهم ازاي؟ احنا زي ما قلنا ان احنا عندنا بيدجات على السوشيال ميديا، فده بننزل اللينكات ان اللي عايز يقدم برنامج او عنده موهبه فنيه او اذاعيه او شايف نفسه ان هو صحفي يتواصل معانا عن طريق ارقامنا والمسجات دي. فبنتعامل معاهم، بيكلمونا او بيملوا فورم معين واحنا بنتواصل معاهم، بنشوف هم عندهم ايه الفكره اللي عايزينها، وبنحاول نبعدهم عن الاراء السياسيه تماما، بحيث ان هم يطلعوا شباب عندهم وعي فكري وسياسي محايد للدوله، بحيث ان هم ينفعوا الدوله، وفي نفس الوقت انا بوفر لهم الفرصه فور فري، يعني ما باخدش منهم جنيه عشان اطلعوا هوا ولا عشان تكتب في جريده اونلاين باخد منك فلوس، انا بالعكس انا بوفر لك الفرصه، بشوف الفكره اللي عندك ايه وبتبناها. الصعوبات اللي بتواجهنا الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش، لان الناس في شباب كتيره عايزه تخش مجال الميديا وفي الوقت ده صعب، فاحنا بنسهل لهم الدنيا دي، بيشرفونا في المقر وبنقعد معاهم نعمل ميتنج ونشوف الافكار اللي عندهم وايه افكار البرامج او الاعداد الصحفي او عن طريق تياترو وسط البلد، ونشوف الدنيا فيها ايه، بندربهم الاول وبعد كده بندخلهم المجال يقدموا الحاجات اللي هم عايزينها، قدامهم المايك، قدامهم المسرح، وقدامهم الصحافة الإلكترونية، بحيث ان هم يقدروا يوصلوا أصواتهم ومواهبهم للناس المهتمة بالمجال ده. طيب نفترض دلوقتي ان انا شابة اهو جايالك وعايزة ان انا اشتغل في الصحافة او في الإذاعة او ايا كان من الكوادر دي، وما عنديش الموهبة او ما عنديش القدرة او انت شايفيني مش هنفع، دي بتتعاملي معاها ازاي؟ هل ان انت بتحاولي معاها ولا انت من اولها بتحسي ان هي مش هتنفع تنضم للحاجه اللي هي جايه تقدم فيها؟ لا ما فيش عندنا كده خالص، احنا بنشوف الناس دي في اكيد ورا كل حتى لو هدف صغير هيبقى عنده موهبه حتى لو بسيطه، فانا بشوف النقطه دي في ايه، هو مثلا حابب اذاعه، فبشوف الاول صوته يسمح ولا لا، مخارج الحروف تمام ولا بايظه، وبعد كده بديله فرصه تدريبيه مجانيه وبيشوف بعدها بندربه ونحط معاه ازاي يعمل برنامج وازاي يكتب السكريبت الاذاعي وازاي يختار سلوجان للبرنامج وسلوجان للراديو وازاي تسجل برومو، كل ده بتدربه عليه، وبعد كده بنشوف هو وصل لايه بعد الفرصه التدريبيه اللي هو اخدها، وبعد كده هو بيكون بقى خلاص اتطرح قدامه مجالات كتيره ويقدر يقدم ده فعليا، يعني مش مجرد ان انا هقول له لا انت ما عندكش الموهبه واحبطه ولا لا الكلام ده. طب مين بقى اللي بيقوم بعمليه التدريب؟ هل التدريب ده بتتفقوا مثلا مع
كوادر معروفه، اسامي معروفه، هل بتلاقي تعاون من الناس دي ولا ده بيبقى صعب؟ لا لا، احنا فعلا اتواصلنا مع مذيعين في التلفزيون المصري. زي الاسماء يعني عشان عددها الكبير، فمش يعني ممكن عايزة نقول اسمين ثلاثه كده. هو المسؤول عن التدريب يعني بقاله فترة، لأن هو المسؤول عن الراديو أصلا، أستاذ فهمي نديم، وده كاتب صحفي معروف ودرب تحت إيده ناس كتير جدا بقوا مذيعين دلوقتي في ماسبير ونفسه في التلفزيون. لكن مش في القنوات الخاصة. لا لا لا، مش في القنوات الخاصة. فدرب ناس كتير جدا بقوا دلوقتي موجودين في ماسبيرو، وهو اللي قايم بصراحة على تدريب كصحافة وكراديو كمان. كان معانا أستاذة إيمان عبد الهادي برضو، كانت مسؤولة فترة عن تدريب المذيعين عندنا، وكمان الحمد لله احنا يعني عملنا شوط فيه عالي جدا، لدرجة ان احنا بقى فيه ثقة كبيرة جدا بيننا وبين طلبة اعلام جامعة القاهرة انجليش وعربي، بقى يعني حوالي 90% منهم او 95% منهم بيجوا يتدربوا عندنا. والحمد لله اتحنا ليهم الفرصه ان هم لسه في سنه اولى جامعه وثانيه جامعه، وبقى ليهم برامج دلوقتي، وبقى ليهم فولورز كتير دلوقتي، فده سمع اكتر كمان ان هو لا، انت ممكن مش لازم تكون متخرج، مش لازم تكون واخد كورس بتكلفه مبلغ وقدره عشان تبقى ليك برنامج. يعني في ناس كمان حتى عشان تطلع برنامج في الراديو لا، بتبقى بصعوبه جدا جدا ان هم يطلعوا فيها، لا احنا بنتيح لهم فرصه زي دي. تمام. نيجي تاني بقى استاذ باسل، بما انك انت مسؤول المحافظات ومسؤول العلاقات العامه، انا عايزه اعرف انت ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهك او اللي بتواجهك في ان انت تمارس عملك في الجمعيه. يعني هي من ضمن الصعوبات برضو اللي احنا بنواجهها ان انا الدراسه في الجامعه، ان اغلب الوقت طبعا ده عمل تطوعي. فالطلاب اللي معانا يا اما في الجامعه، يا اما زي ما الدكتوره شيماء قالت برضو ان اغلبهم اعلام، فعندهم عمل كتير، عندهم شغل كتير، فعندهم حاجات كتير جدا. فاغلب الوقت ما بنزل عندي كتنظيم او كشغل جمعيه كاعضاء فيها ما بنكونش متاحين، فعشان كده فكرنا نكبر الجمعيه جدا على مستوى المحافظات كلها، بدل ما انت تجيلي مثلا من المنصوره، بدل ما انت تجيلي من الغربيه، من طنطا، من اي محافظه مهما كانت، من اسوان، عندنا ناس من اسوان والاقصر، حتى قريب جدا هننزل الاقصر ان شاء الله. عندنا الناس في الاماكن دي، بدل ما تيجي القاهره عشان تنظم او عشان تحضر فعاليه او اي حاجه، لا احنا طب ما ليه ما نعملكش مقر خاص بيك وتبقى انت شغال فيه؟ تعمل لي خطه وكلام من ده. حتى برضو كانت واجهتنا من ضمن الكلام اللي كنت بتكلم مع الشباب اللي زينا برضو على مستوى المحافظات، نيجي يقول لك ايه، طب ليه ما، طب قول لي الخطه اللي انت عايز تشتغل عليها وانا هشتغل عليها من هنا. فانا كنت برفض الفكره دي تماما. لا انا مش هدي خطه اوريدي. لا انت موجود في مثلا في المنصوره، لا انت اوريدي عارف المنصوره محتاجه ايه، عارفه طنطا محتاجه ايه، لا انا الحته دي تنفع في القاهره بس ما تنفعش عندي هناك في المنصوره، تنفع في الغربيه بس ما تنفعش هنا في القاهره. فانت لا، جيب لي الخطه بتاعتك واعملها وخلاص، انا موافق عليها تماما. انت اوريدي خلاص، وانا جميع الكيانات اللي انت عايزها، عايز وزير، عايز اي كيانات، الناس دي كلها، الوزارات كلها متعاونه معانا جدا، وزاره الشباب والرياضه متعاونه معانا جدا جدا جدا، دكتور اشرف صبحي بصراحه التعاون بطريقه جدا جدا جدا, جداً. وزاره البيئه، وزاره التخطيط، لا حاجه يعني منتهى روعه، منتهى السلاسه زي ما بيقولوا. طب انت ايه اللي منتظره بقى عشان يحصل تطور اكبر وجمعيه شباب صوت مصر تبقى في الصداره؟ والله ده مترتب علينا احنا كشباب. ايه بقى؟ عايز اعرف. بص، مترتب عليكم ازاي؟ احنا زي ما بيقولوا طالعين السلم واحده واحده. تمام. انا طبعا هو مش صعب ان انا اوصل الاول. تمام. بس صعب جدا ان احافظ على المركز الاول ده. تمام؟ خلينا متفقين على كده. فاحنا اوريدي مثلا بدانا حاجه، يعني حته التدريب ده اوريدي انا اصلا عندي لجنه اسمها لجنه التدريب. جديده على فكره، انا اول مره اسمعها موضوع التدريب في جمعيات ده. لا احنا عندنا حاجه اسمها لجنه التدريب. تمام؟ ولها هد ولها كل حاجه، وكان حتى عاملين اجتماع امبارح بنتكلم. انا ببدا بدل ما ابدا ادرب بره الجمعيه، لا انا ببدا ادرب اللجان اول في الجمعيه. ابدا ادرب لجنه زي لجنه الميديا، اشتغلوا ازاي ميديا، لجنه التنظيم، لجنه البي ار، عندنا لجنه اسمها لجنه الملف الدولي. بتبدا اللجنه التدريب بتدرب الناس دي. لجنه اسمها ايه؟ لجنه الملف الدولي. ايه بقى؟ فهمها لي بقى، ايه لجنه الملف الدولي دي؟ هي احنا حبينا ان احنا علينا صوت شباب افريقيا كمان. حبينا ان احنا كنت لسه هسالك عن جمعيه صوت شباب افريقيا دي، كان في ضيف مفروض يكون موجود معانا عبد الغفار احمد، بس للاسف هو عشان مشارك دلوقتي في ملتقى، فيعني كان صعب جدا ان هو يعتذر ويجي. هو حاول كتير جدا بس للاسف ما عرفش.
احنا حبينا ان ما يكونش في تواصل بس داخل مصر، حبينا ان يبقى كمان في على مستوى افريقيا. وسلطان او عبد الغفار هو اسمه الحركي معانا سلطان، ده ابتدى معانا في اسبوع سفراء التنميه المستدامه السنه اللي فاتت في نسخته الاولى في مطروح، ان هو يبقى فيه صوت شباب افريقيا ما يبقاش فيه صوت شباب مصر بس. والفعل جمع على مستوى كل دوله، كل دول افريقيا في 2 ممثلين عن كل دوله، عملوا شغل كبير جدا 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 داخل مصر، قايم اكتر على تجميع الشباب وتوحيد الشباب ايا يكن انت ايه، انت دوله ايه. طب هو عمل كده هو من افريقيا وعمله داخل مصر، من هل في تبادل، هل في تبادل بقى من مصر داخل الدول الاخرى دي، نيجيريا بقى او السنغال والحتت، هل في كده؟ هو احنا بدأناها الاول ان هو يبقى فيه تبادل معانا، وهم موجودين دلوقتي بدأوا يسمعوا صوت الجمعية على مستوى الدول بتاعتهم. وبالفعل في دول دلوقتي يعني حابة جدا ان يبقى لينا مقرات نفتحها هناك في الدول دي. الحمد لله بقينا معروفين دلوقتي على مستوى ليبيا، على مستوى تونس، على مستوى الجزائر، في نيجيريا، في الكاميرون. بدأنا نعمل دلوقتي كتغطية داخل الدولة داخل مصر، وبالتالي هم بيروحوا أصلا في الدول بتاعتهم بينشروا الفكرة دي بعد ما كانت يعني ما حدش كان سمعها قوي. لا دلوقتي الرؤساء نفسهم بيدعوا الشباب بتوع صوت شباب أفريقيا ان هم يحضروا منتدى شباب العالم عندهم، وحاجات كتير بيكونوا فيها حاضرين مع الرؤساء بتاع كل دولة. فدي بالنسبة لنا كانت نقلة برضو تانية في صوت شباب أفريقيا. فتحنا نقطة اللي هو ملف الدولي، بحيث ان احنا مش عايزين بس صوت شباب افريقيا، احنا عايزين صوت شباب العالم يبقى داخل صوت شباب مصر. جميلة جدا انه الموضوع ده يبقى طالع من ارض الكنانة من ودي مصر. ودي اصلا برضو كان دكتور اشرف صبحي متعاون فيها معانا جدا جدا، ورحب بالفكرة دي. كنا احنا اول جمعية نعملها، واحنا يعني متفردين فيها جامد. وكانت هي دي الجزئية اللي احنا دخلنا فيها كسبيكر في جلسة المبادرات في جامعة الدول العربية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في شهر 11 اللي فات. كانت مبادرة صوت شباب أفريقيا، كانت هي دي اللي احنا اتكلمنا فيها. بس أستاذة نور، كنت عايزة أعرف إيه هي مشروعاتكم المستقبلية أو إيه الخطط المستقبلية اللي انتوا هتعملوها؟ على مستوى الراديو احنا بادئين خطة تطوير جديدة عن برامج جديدة، نستهدف فئات جديدة من الشباب وندي فرص لشباب جديدة، والقديم يدي فرصة للجديد يحصل تعاون ويدربهم ويشوف الدنيا فيها ايه. واحنا زي ما قلنا في الاول ان احنا عندنا يعني ناس في مبنى التلفزيون المصري وفي الجرايد الرسمية بيدربوا الشباب ويدوهم الفرصة. فعلى مستوى الراديو بإذن الله في بروجكت جديد كده، ان احنا خطة تطوير للبرامج كلها وبرامج جديدة، جدول زمني البرامج مختلفة تماما عن اللي فات. أما على مستوى تياترو مصر، احنا كان أشهر آخر عرض عملناه كان في الأسبوع العربي. تياترو مصر ده تقريبا زي مسرح مصر أو حاجة زي كده؟ اه تياترو وسط البلد. أنا كنت بشوفه في التلفزيون، هو ده ولا دي حاجة تانية؟ لا لا ده حاجة مخصوصة لينا اسمها تياترو وسط البلد، وآخر عرض عملناه في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة كان عرض الظمأ تمام كده، وكان مش ممثلين مصريين بس، احنا جبنا ممثلين من أفريقيا وكان عرض صامت، والحمد لله العرض حقق نجاح كتير. انتوا لازم تدعوني بقى للحاجات دي. لا لا اكيد طبعا. وكان عرض صامت، وكان هدف العرض الأساسي ان احنا نتكلم عن توحيد الصوت. حبينا ان احنا نشارك في الاسبوع العربي بمبادرتين، ما يبقاش كل حاجه ورقه وقلم ونعرضها. كنا عايزين نبقى بره الصندوق شويه، ان احنا نعرض مشكله قايمه تمام موجوده دلوقتي بس بطريقه مختلفه تمام. احنا جمعيه عندنا راديو وعندنا شبكه مراسل وعندنا يعني فريق مسرحي قوي جدا، فليه ما نستخدمش حاجه زي دي في ان احنا نعرض مبادره بالطريقه بتاعتهم. وبالفعل احنا قدمنا يعني مبادرتين. المبادره بتاعتنا كانت اخر يوم في الاسبوع اللي هي مبادره صوت شباب افريقيا، وقبلها قدمنا المبادره الاولانيه اللي هي عرض الظما. كان يعني بيتكلم عن ايه؟ هم شباب او ممثلين افارقه وممثلين مصريين بيعرضوا فكره
اللي هي دول حوض النيل، تمام، ومشكله النهر النيل والسد. فحبينا ان احنا ما ندخلش فيها سياسيا، ندخل فيها على قد ان كل دوله فيها خير ايه، وممكن ازاي لو تعاوننا فيها نقدر ان احنا نبقى دول قويه مع بعض، وان ازاي ان في دول تانية مش حابه ان هي نكون في توحيد للصفوف في الدول. فحبينا ان احنا نعرض ده، نعرض قد ايه ان احنا واحد، تمام، عن طريق ان احنا ما نتكلمش خالص، وفعلا ما فيش ولا كلمه قلناها، بس كان كله تجسيد حركي، كله تجسيد حركي، وان ازاي مصر فيها خير كتير، وازاي الدول التانية برضو فيها خير كتير. فاحنا لو اتجمعنا ووحدنا صفوفنا، ان في ناس بتحاول يعني من جهات تانية بيحاولوا ان هم يعني عشان عارفين امكانياتنا قد ايه وامكانيات الدول دي قد ايه، ولو اتوحدنا فعلا هنبقى قوة كبيرة، فازاي ان هم يخربوا علاقة زي دي. فحبينا ان احنا نوريهم ان احنا بنكمل بعض، اي حد فينا مش متواجد هو التاني برضو مش هيكون متواجد ولا هيبقى ليه وجود. بس ففكرتنا ان احنا ازاي نكمل بعض. هتسأل سؤالي وارجع لك تاني عشان هنختم. استاذ باسل، ايه الجديد اللي انت شايفه ممكن يكون في المحافظات؟ بالنسبة للجديد، احنا طبعا منزلت انا كتدريب مع وزارة التخطيط، طبعا ده بفضل الجمعية هي اللي وصلتنا النقطة زي دي. الناس مش عارفة يعني ايه 2030، فاحنا بدأنا نتعمق في النقطة دي اكتر. حتى لما انا كتجربة شخصية منزلنا المدارس الفنية بنقول ايه اهداف التنمية المستدامة، ايه 2030 تسمع عنها ايه، الناس مش فاهمة. الناس كلها مقتنعة ان 2030 اللي عاملها الحكومة بس، وطبعا ده يعني مخالف جدا. ان 2030 دي مؤسسات المجتمع المدني، الشباب، الحكومه، القطاع الخاص، القطاع الدولي، القطاع، كل القطاعات. يعني احنا اصلا لازم احنا اللي بنعمل المبادره دي، احنا اللي المفروض الاستراتيجيه دي احنا نمشي عليها، لازم نعرف الناس دي. فاحنا بدانا نتعمق فيها اكتر، حتى برضو في فكره مطروحه ان احنا نبدا نعمل وحدات على مستوى المحافظات، المدربين ينزلوا فيها، مدربين الجمعيه، ولو في مدربين خارجين ما عندناش اي مشكله، يعني نشرح بقى 2030. فده الخطه الجايه ان شاء الله. انا مبسوطه فيه جدا. الوقت خلاص فاضل له تقريبا دقيقه او نص، اقل كده من دقيقه. كنت عايزه اعرف ايه الجديد اللي انتوا هتعملوه، يعني ايه الجمعيه المفروض هتعمله او ايفنت قريب هيحصل. احنا الاول كنا بادئين كانشطه تعريفيه لينا، بعد كده ابتدينا ان هو ندخل في تنظيمات كتير عشان الناس تعرفنا اكتر. دلوقتي بقينا قايمين ان احنا ازاي بقى نستثمر الشباب اللي موجود عندنا، خصوصا الشباب الضال بقى، اللي هو الشباب اللي قاعد على القهاوي والحاجات دي. طبعا الوقت مش ساعتنا ان احنا نتكلم عن الموضوع ده، وازاي الجمعيه ممكن تساهم في انها تستقطب النوعيات دي من الشباب. احنا اوريدي بنستقطبهم بقالنا من شهر 4 اللي فات او من شهر 3 بنستقطب الفئه دي، وقايمين على تدريبها. فبالتالي ازاي بقى ان الشباب دول يعني يفيدوا الدوله، ازاي ان هم يبقوا مصدر في تنميه الدوله اقتصاديا وسياحيا وكل حاجه. الفتره الجايه قايمين على الاستثمار والسياحه اكتر كدوله. انا حابه بس اللي هو يعني هو الدعم الاساسي لينا في نقطه زي دي، وبنفتخر بيه جدا جدا، استاذ سعد نديم اللي هو رئيس جمعيه سوشيال شباب مصر. هو من النماذج الشبابيه الهايله. حلقه ثانيه ان شاء الله، ويبقى نستقبله ويبقى موجود في وسطينا برضو. وانا مبسوطه وسعيده بكم جدا، ومع الاسف يعني الوقت ازف بينا، وكانت حلقه جميله. وأعزائي المشاهدين، أنا برحب بضيوفي، بشكرهم كلهم على الحضور، وكنت أتمنى أن الوقت يبقى أطول، لأنه عندنا مواضيع كتير خاصة بالشباب ومواضيع كتير عايزين نتكلم عنها. وأكيد الشباب دي ليهم لقاء تاني معنا في حلقة تانية، ويكون في وسطنا برضو كوادر اللي بيتكلموا عنها، خصوصا الأستاذ نديم أهو. وقبل ما أختم بس، كنت عايزة أسرة البرنامج كلها تطلب من الله سبحانه وتعالى انه مدير الاعداد بتاعنا تعرض لحادث، الاستاذ احمد بيبو، وهو جاي في الطريق النهارده. كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا، وان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتم واستفدتم. انتظروني الاسبوع المقبل في حلقه جديده ان شاء الله.